مراكب النجاة هي مبادرة رئاسية من السيد الرئيس، هو أعلنها في اختار مراكب النجاة، ما اختارش مراكب الموت، ما اختارش مراكب الهلاك، إنما كان عايز يدي أمل ويدي فرص بديلة للمهاجر غير الشرعي. وعلى فكرة الدولة لا تنظر للمهاجر غير الشرعي إن هو جاني، هي بتنظر له إن هو مجني عليه، لأنه الجاني هو اللي حرض على السفر، وهو اللي أخذ الفلوس، وهو اللي قاد المركب، وهو اللي بيبتز الأسر، هو ده الجاني. إنما المهاجر غير الشرعي هو اللي اتضحك عليه. عشان كده مراكب النجاة جاية علشان تتكلم عن إيه الفرص البديلة. ما ينفعش إن إحنا طول النهار وطول الليل نتكلم عن الهجرة غير الشرعية، دي حاجة مش كويسة، انتوا هتموتوا في البحر، انتوا هتهلكوا وهتفضلوا مطاردين اول لما توصلوا السواحل الإيطالية او اليونانية. طب انت يا دولة عملتي لي ايه؟ هنا بتيجي مراكب النجاة عشان تدرب الشباب الراغب في السفر بطريقة تليق بكرامة المصري. يعني اذا انت عايز تسافر سافر، ولكن سافر بطريقة شرعية، وسافر بطريقة تليق بيك، بس تبقى مؤهل مهنيا وحرفيا وأيضا ثقافيا. لأنه حتك على كلمة ثقافيا دي شوية، الناس ساعات بتسافر وبتروح دول أخرى شقيقة، وبتدي العامل يتكلم إن هو لا ده احنا اللي عملنا وإحنا اللي سوينا، بيحصل القفلة دي ما بين صاحب العمل والعامل نفسه. يا إما أنت عايز تسافر، يا إما أنت هتغير رأيك وتشتغل في بلدك في المشروعات القومية اللي الدولة بتوفرها. فإحنا بنشتغل على شريحة الشباب دي، رحت الفيوم، رحت البحيرة، وبستعد الأسبوع القادم لرحلة للغربية بنتكلم مع الناس كتير.